مع الوزير ممكن هنا يا فندم هنا يا فندم هنا يا فندم هنا يا فندم التعديلات مهمة طبعا في أي مجتمع لابد من مراجعة الأمور وليس هناك أي شيء ثابت وإنما كطبيعة المجتمع المجتمع متحرك والمجتمع لابد أن يتطور وفقا لاحتياجاته وفقا لمطالبه وفقا لأماله وهذا أمر يتم من خلال الحوارات التي تمت في مجلس النواب والرأي والرأي الآخر كله بيثري العمل نحو تحقيق أفضل النتائج. شكرا ان شاء الله تبعت شكرا جزيلا. I believe in the evolution of the country, and I believe in the president and his vision, and I want to participate in this vision of a good future for Egypt. طبعا كان لازم انزل لان يعني من مصلحه ولادي ومصلحتي ومصلحه كل الشعب ان احنا ننزل لازم لان شايفين حاجات حلوه قوي قوي بتتعمل وفي حاجات كتير اكيد هتتعمل احسن من كده.